يعطيكم العافية. مش الفكرة إن بدنا نحاول يعني نطلع بفيديوهات على غرار موسم الفيديوهات لكل واحد مش لقي له شغلة أو خالي شغل أو يعني بده يعمل له حركة بطلع له فيديو؟ لا، هذا الفيديو هو الفيديو الأول أو التمهيدي ل يعني إطلاق مشروعنا الجديد اللي هو تلفزيون بلد. لما بنقول تلفزيون بلد هو حالة جديدة سنقدم من خلالها يعني رأي جديد، رأي مخالف، قد يكون رأي موافق. ليس بالضرورة أنه نعتمد الأساليب الانطباعية أو الانفعالية. عشان هيك كنت حائر في تسمية هذا الظهور اللي شبه أسبوعي راح يكون على تلفزيون بلد، اللي هو يعني سعداء بأن يكون أول تلفزيون إنترنت في الأردن. لذلك حبيت يكون يظل على نفس المقال اللي كنت أكتبه بجريدة الدستور واللي اسمه بهدوء. كانت الأسماء كثيرة ولكن ظليت مركز أنه يكون بهدوء. كثير القضايا اللي بدنا نحكي فيها بهدوء، لذلك بديش أبدأ أقدم بلد وفكرة بلد وتجربة بلد. بلد مشروع فضائي إلكتروني على الشبكة العنكبوتية، سنتركه أن يقدم نفسه، ما رح نقدمه. أنا بعتقد أن وسيلة الإعلام أو الشاشات الإعلامية أو المطبوعات الصحفية، أي موقع إخباري أو صحفي أو إعلامي ليس بحاجة إلى شهادة منشأ. شهادة منشأ بحصل عليها من الجمهور ومن الناس، هو بحدد ناسه لمن سيتوجه، لمن سيقدم هذا المنتج الإعلامي. احنا محددين المنتج الإعلامي والغاية منه الناس، ما عندنا هدف غير الناس. لذلك حاولنا نميز بين فكرة رئيس تحرير التلفزيون أو رئيس تحرير الموقع ورؤساء تحرير الوطن، لأن الأيام هاي خير الله رؤساء تحرير وطن بس مش لاقين حدا يشتغل شغله. كثير القضايا بجزء اللي كان لازم نبدأ فيها، ولكن خليني أبدأ بظاهرة المكرورة والفيديوهات اللي دائما تتجه إلى إثارة الغرائز أو قراءة يعني المشهد أو اللحظة بعين الغريزة، مش بعين الواقع ولا بعين اللحظة. قطعا الواقع لا يسر عدوا ولا حبيب، ولا الواقع قابل يعني إنه حدا يحكي بتفاؤلية عالية، ولكن أيضا ليس بالسوء الذي يقدم، لأنه بالنهاية هذا وطن يمر بظرف صعب، يمر بسلوك صعب في موسم تحديد المسؤوليات. للأسف الجميع يتحدث عن مسؤولية جهة واحدة، كلنا مقرين أن لدينا خللا في أداء السلطة التنفيذية، لدينا تراجع في أداء السلطة التشريعية، لدينا أخلة، ولكن من يجرؤ أن ينتقد المجتمع؟ في بالزمانات كاتب أمريكي كان سيناتور كتب من يجرؤ على الكلام، كان يقصد اللوب الصهيوني اللي أطاح فيه لأنه التقى ياسر عرفات الله يرحمه وقال عن ياسر عرفات أنه صديقي. يبدو أن الآن نعاني من ظاهرة من يجرؤ على الكلام بالأردن، من يجرؤ على الانتقاد الموضوعي للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من يجرؤ على الانتقاد الموضوعي للمجتمع، من يجرؤ أن يقول أننا ندفع ثمن ما قدمته أيادينا كمجتمع بالانعزال السياسي، بالابتعاد السياسي، بالاستماع إلى الإشاعة، بعدم المشاركة، بالسكوت على التزوير، بقبول التزوير، بالمشاركة في التزوير، بقبول عملية بيع الصوت. اللي قاعد بصير مش ظاهرة جديدة في مجتمعنا، ولكنها نتيجة لصمت مجتمعي رهيب. من أول مرة سكتنا على المعلم اللي انضرب، على التطاول على المعلم، ومن هون بدي أبدأ، من لما سكتنا على التطاول على المعلم، من لما سمحنا للطالب يضرب المعلم، من لما صار المعلم يفوت في المدرسة أقل قيمة من الطالب، بدأ الانهيار المجتمعي. بعدين صار ينضرب الممرض، بعدين صار ينضرب الدكتور، بعدين صار ينضرب شرط السير، بعدين فلتت الدنيا. الدنيا فلتت لأسباب كثيرة، أهمها إنه المجتمع كان يسترطب السلوك الغير قانوني، يسترطب الخروج عن القانون. صار جزء من القيمة الاجتماعية إن بالأردن إنه أنا ما بتخالف، أنا بقفش على الدور، أنا بخلص المعاملة بخمس دقائق، أنا بخلص المعاملة بدقيقتين، أنا ما حدا بقول لي لا.
كل هذه الخروقات للقانون المجتمع الأردني استرطبها ووافق عليها، وعلى العكس صنع أبطال. شفنا نائب كان يشتغل ببلطجة تحت القبة كيفنا عليه، شفنا نائب كان يشتغل سمسار تحت القبة كيفنا عليه، شفنا نائب كيفنا إنه كان قال بمشي معاملات أو بعين، ما هو بمارس خرق للقانون. كل هذا الحكي، لذلك لما بدنا نحكي ببلد سنتحدث بجرأة وبصراحة، أكيد بتعرفوها كويس، لن نجامل لن نهادم لن نقبل أن نكون رقم جديد يضاف إلى قائمة الأرقام اللي بتطلع بالفيديو، ما رح نكون مأسورين باللايك والشير كثير، رح نكون مأسورين بتقديم القراءة الموضوعية للحظة. ما زلنا على إيماننا بأن أيضا دور الإعلام، أيضا دور رسالي، دور أن يبعث على التفاؤل. صحيح بدنا نكشف الخلل وبدنا نكشف العيب وبدنا نكشف الفساد، ولكن كمان بدنا نكشف الإيجابي وبدنا نعظم الإيجابي، مش رداحين ولا غربان ولا كمان سحيجي، رغم يعني بحط هذا المصطلح بين قوسين، سنقول ما يستوجب قوله بحق وطن عشنا فيه وربينا فيه وراح نموت فيه. احنا ابنائه، مش بس ابنائه، احنا فخورين ان ابنائه. هذا اول يعني تقديم لبلد، وان شاء الله الجاي اكثر.